للأسف الشديد من ساعة واحدة بس وإحنا بنجهز وصل لنا خبر حزين جدا، وهو وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر عن عمر 86 عام. الموسيقار الكبير حلمي بكر أكيد ليه تاريخ كبير جدا، توفى للأسف الشديد النهاردة. البقاء لله، ربنا يكون في عون أسرته وفي عون عيلته. خبر حقيقي، احنا كنا محضرين خبر عن مرضه اصلا، ولكن تفاجأنا قبل ما نخش الهوا بخبر الوفاة، ان هو توفى عند زوجته في الشرقية. هو طبعا ميت على فكرة في ايام كويسة جدا، يعني كان قبل الوفاة في مشاكل، وابنه جه وطلع اتكلم مع الإعلامية لميس الحديدي واشتكى وكذا وكذا، وفي مشاكل كتير قبل الوفاة، وفي اتهامات لزوجته اللي هي توفى وهي على ذمته، وهي على فكرة والدة بنته طفلة صغيرة. ففي مشاكل عمالة بتتقال، وده يقول أنا كلام أساسا ما بحبش أعيده ولا أزيده تاني. أنا عندي تعليق واحد بس عايز أقوله، تعليق واحد بس عايز أقوله، إن السيدة دي في الآخر أم وعندها بنت لسه صغيرة هتربيها، فالراجل توفى الله يرحمه، فليه المشاكل أصلا؟ ونتخانق على إيه أساسا؟ طيب أنا معايا مين يا جماعة؟ معانا عضو نقابة الموسيقيين حلمي عبد الباقي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك يا مدام أميرة؟ أهلا أهلا بحضرتك. طيب لو تقول لنا ايه اللي حصل، او ايه التفاصيل حصلت ازاي، او الوفاة حصلت ازاي، تقول لنا كده الاحداث النهارده حصلت ازاي. هو النهارده حصل ان مدام نادية كلمتني على الساعة 3 كده، وقالت لي احنا عايزين ننقل الاستاذ حلمي على مستشفى المعادي العسكري. قلت لها يلا بينا، وكلمت المستشفى وقالوا احنا في استقباله وحجزنا كل حاجة على أساس يتحول. وقلت لها بس هم يخلوا بالهم من موضوع النقل ده، يعني لازم نبقى متأكدين طبعا إن النقل هيتم بشكل صحيح علشان ما يحصلش فيه أي مضاعفات يعني. أيوه. وحجزنا المستشفى كل حاجة، وبعدين قدر الله ما شاء فعل بقى. لكن زوجته كانت مهتمة ومهتمة بصحته وعايزة توديه مستشفى، مظبوط يا فندم؟ والله بص حضرتك، في يعني في تناقضات كتير قوي قوي. يعني هو كان في البيت وهي قالت انه في المستشفى، وبعد ما يعني لغايه دلوقتي برضو علشان ما بقاش بقول كلام انا مش متاكد منه قوي، في تناقضات في القصه. هو المشاكل على ايه اصلا؟ يعني كانت الخلافات على ايه ما بين اسرته وما بين زوجته؟ والله بصي هم يعني شبه مش واثقين فيها، يعني علشان حصلت مشاكل قبل كده من زوجته للاستاذ حلمي نفسه. فحصلت مشاكل كتير قوي، وناس جت تتخانق وحاجات كده، فاصبح مفيش مصداقيه بين الاثنين. ايوه انت واخده بال حضرتك. فهو ده يعني في تاريخ مسبق، يعني في تاريخ مسبق. لكن هل في خناقه على فلوس، على تركه، على بيت، على في اي خلافات من النوع ده؟ لا حاليا لغايه دلوقتي احنا برضو لان لسه الخبر جاي من حاجات من وقت بسيط قوي، فلسه ما فيش اخبار فلسه كتير، التفاصيل يعني ما تعرفتش كويس يعني. لكن هو الراجل اللي احنا كنا متاكدين منه ان هو كان فعلا عيان وكان فعلا مريض، طبعا وبقاله فتره عيان وبقاله فتره مريض، ويعني فده احنا متاكدين منه يعني. طبعا هي هو خساره كبيره، وهو موسيقار كبير جدا طبعا، وتاريخ تاريخ كبير من الاعمال الفنيه العظيمه. اكيد هو طبعا اللي باقي من 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 عمالقه الفن الجميل يعني، مظبوط، واخر اخر عملاق في عمالقه الفن الجميل. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب. لكن هل عندك معلومه بعد كده الخلافات دي هتستمر ولا يعني في، انا سامعه ان في اواضي هتترفع وحاجات كده، هل الكلام ده مظبوط ولا الكلام والله ده والله ده حضرتك هي يعني هيثبت بعد نزول ابنه، لان ابنه برضو اتهم زوجته بان يعني ان هو مش عارف يشوفه تقريبا بالظبط كده، ومش عارف اشوفه ومش عارف حاجات كده، وقال ان هو جاي بكره تقريبا، يعني كان المفروض هيجي بكره. ايوه زي ما قلت لحضرتك ده تاريخ سابق، يعني في حاجات بينهم وبين بعض
خلت ما فيش مصداقيه بين الاثنين، يعني حتى لو في صدق في طرف بس فأسرة الأستاذ في حلمي. بنت في النص دلوقتي، ما يعني طبعا هو دي أهم حاجة طبعا. هو راح للي خلقه، في بقى بنت في النص دلوقتي، ففي طفلة لسه، يعني انا اللي انا اعرفه انها صغيرة جدا لسه يعني، آه طبعا لسه فطبعا هي صغيرة دي المفروض يكون الأولوية ليها، أكيد أكيد. يعني ان احنا نساعد بعض ان البنت دي تتعلم كويس وتكبر كويس وما يبقاش ناقصها حاجة، المفروض ده يبقى يعني ده يبقى ده الهدف اهتمام، الأساسي طبعا، طبعا ده المفروض الهدف ده يبقى الأساسي. اهتمام الجميع، مش لأن ما يبقاش فيه اهتمامات تانية بقى، الأستاذ حلمي الله يرحمه كان متمسك بالبنت بشكل غير بيحبها قوي، طبيعي كان يعني، بيحبها قوي وقال أنا تحملت كل شيء حصل لي البنت. بسبب بنتي يعني. ايوه. طيب هل النقابة هتعمل له جنازة او حاجة زي كده، او هتعملوا له طبعا اي مراسم؟ احنا دلوقتي مستنيين الجثمان، ومش عايز اقول لك حاله الانهيار اللي موجود فيها الاستاذ مصطفى، لانه ده ابوه الروحي يعني. ايوه طبعا، نقيب الموسيقيين طبعا. اه طبعا طبعا، وده يعني ده شيء اقل حاجه تتعمل للاستاذ حلمي بكر ايوه طبعا طبعا طبعا، تاريخ طبعا. كبير وتاريخ طويل. انا بشكرك جدا، عضو نقابة الموسيقيين حلمي عبد الباقي.